الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوان الاخوات. اليوم غادي نقدم لكم واحد التجربه ديالي مع تربيه الطيور. وفي البدايه غادي نديكم البدايه حتى تقريبا النهايه، غادي نعطيكم واحد الصوره كل المربيين والمربيات اللي كيهتموا بتربيه الطيور. في البدايه نذكركم بلي ان طريقه تربيه الطيور في الاقفاص غير مناسبه، وهو هاد وانا بديت البدايه ديالي في تربيه الطيور في الاقفاص او الاقفاص، ولكن اللي لاحظت ان الطيور ما كتبغيش الاقفاص وما كتنتجش في الاقفاص وما كتلقاش الحريه ديالها، وغالبا ما تصاب بالمرض وما يكونش الانتاج كما كيكون في واحد الشكل اللي غادي نوري لكم استطعت نوصل له، اللي هو السلاكه. السلاكه اللي هي واحد الطريقه اللي مناسبه لتربيه الطيور، كتلقى الراحه ديالها وتلقى الحريه ديالها وتنتج وتكون بعيده عن الاضواء وبعيده حتى على اليد وعلى الانسان باش ما يبقاش يراقبها كل يوم. تقريبا كما انا كان نطلع لهم الماكله نعطيهم الماكله، تلاحظوا انا دايرهم هنا كتكون التهويه التشميس، دايرهم الشباك. او عندي هاد السلاكه، تلاحظوا هنا عندي ثلاثه السلاكات، هي السلاكه الاولى وحتى واحد السلاكه دايرها للدواجن، بعض الاشكال تاع دواجن الزينه اللي هما الدجاج الصيني او الدجاج القزم. وعندي هنايا داير كنار كما كتلاحظوا، ان الكنار كيبغي حتى هو يبغي الحريه. او عندي كنار غادي نبعد وغادي ندخل للسلاكه ونعرفكم على كل شكل. في البدايه بغيت نقدم لكم هذا الشكل او شريقه تربيه الطيور في مقارنه بالسلاكه مع الاقفاص. وهنا راه عندي السلاكه الثانيه داير فيها لي كوكتيل كما كيبان لكم، نقرب لكم في الكاميرا لي كوكتيل والبيروش، لاحظوا حتى البيروش هنا. وعندي هنا السلاكه الثالثه للرابعه عندي لي زونسي باراب، هو هذا الفريخ ما شاء الله راه يلاه خرج من العش كما كتشوفوا هنا. لو بالاضافه لذلك يكون شويه ديال الحر الاعشاب والورود والازهار اللي كتنتعش فيها هاد الطيور كما كتشوفوا عندي هنا، يكون فضاء مشمس خاصه فضاء مشمس وفيه تهويه كما كتشوفوا هنا. طلعتهم درتهم هنا في السطح صور الفضاء. اذا غادي نبدا معكم في البدايه بعدا باش ندخل السلاكه، غادي ندي معكم تحضير واحد الوجبه للطيور اللي كيفضلوها، غادي نحضروها جميع. ونتمنى تصبروا معايا الا طولت عليكم، لان غادي نحاول قلت نبدي من البدايه حتى النهايه للناس اللي مهتمين بتربيه الطيور. حتى انا عندي هذا الحب تاع الطيور منذ الصغر، وكنبغي تكون هذه الطيور في فضاء جيد ونقي، وكذلك تهلاو فيها تعطيو لها غذاء اللي هو متكامل، لان في الطبيعه هي كتمشي وتبحث بوحدها وكتاكل اللي بغات. ولكن ملي كنديروها في القفص يعني كنوليو نتحكموا في المصير ديالها، وبالتالي خصنا الا ما كنعطيو لهاش الاكل المناسب والماء النقي وكذا بلا ما نبقاو نتكرفصوا على الطيور ديالنا. اذا غادي نبدي قلت لكم في البدايه نحضروا واحد الاكله وندخلوا عند الطيور ونعرفكم بها الطيور وكيفاش فوق كتولد والاعشاش المناسبه ديالها، ونعرفكم على كل نوع والانتاج ديالو، وكذلك اهم الماكولات اللي كياكلها. اذا على بركه الله غادي نبداو. هاد الأكلة واحد الغذاء اللي هو متكامل وكيفضلوه الطيور، الخس، كنديرلو الخس ديالنا غذاء مفضل للطيور، خصنا على الأقل نعطيو لهم جوج مرات في السيمانة، خاصة في هاد فصل الصيف. هنا عندنا الخس، عندنا العدنوس، العدنوس حتى هو كيفضلوه الطيور. عندنا البرتقال خاصة الكنار، الكنار كيبغي خاصة في الصيف، غادي نشوفو عندنا فين غادي نحطو لهم، غادي يتهافتو عليه. كذلك الجزر، الجزر مننساوش نخدمو الطيور، غادي نوريكم الطريقة كيفاش نخدموها الجزر.
التفاح، كذلك البيض، البيض الرفيع، البيض كذلك، والطيورة، ها هو المضارع في الأسبوع ولا الشهر، على الأقل مرتين في الأسبوع الأحسن، على الأقل مرتين في الأسبوع. دونك غادي نحاولوا نوريكم طريقة التحضير. الطريقه كما كتشوفوا هاي الطريقه، غادي نحاول
الخيوط حتى بالنسبه للبيض. اذا كما كتشوفوا ها هو كان صفار البيض، وصفار البيض نقدموا للخيوط خاصه في مرحله الاباضه باش يكونوا يبيضوا، نقدموا لهم صفار البيض يتساءلوا المربين علاش، لان الا ما قدمنا لهم غادي ياكلوا البيض ديالهم. بزاف اللي كيتساءلوا الاخوان يقولوا علاش الكنار كياكل البيض ديالو، علاش الزيبرا تاكل الطيور ديالها، الكوكتيش، لان ما كيقدموا لهمش اثناء الاباضه، ما كيقدموا لهمش صفار البيض. صفار البيض يقدموه للطيور تقريبا كل يوم اثناء الاباضه، حتى في مرحلة الإطعام تطعموا الفراخ ديالهم. من بعد ما تلاحظوا ها هو صوبنا صفار البيض، غنمشيو كذلك الأبيض هو كنصوبوه لهم باش ياكلوه. نفس الطريقة صوبنا بها الجزر والخيزو حتى المناطق، صوبوا بها كذلك البيض كما تلاحظوا. انتهينا تحضير الابيض كذلك تاع البيض، حتى هو كياكلوه مفيد جدا للطيور. انا غادي نتاقلو كذلك بالنسبه لي الفواكه اللي هي كذلك مهمه للطيور، الفواكه التفاح نخدمو على حساب عدد اللي عندي تاع الطيور. بما غادي نحاول نقسمو هكا ما نحكوش، لان الا حكيتو غادي يولي بحال الماء، ولكن نقدمو على هذا الشكل باش يكون سهل الاكل للطيور، خاصة الكنار كيفضل التفاح. حتى نقسمو الطيور كذلك هنا البرتقال، البرتقال فهو اسهل، نقدمو بهذه الطريقة، نقدمو بهذه الطريقة باش ها هو بهذا الشكل، حتى هو نقسمو على شكل دوائر باش يقدو الطيور كي ناكلو هنا في هاد السنان تاع البرتقال، خاصة قلت في الصيف، خاصة في الصيف مع الجزر. اذا باش الطيور تكون في صحه جيده ما كتصابش بامراض، لان اذا سمحنا للطيور غيصاب مجموعه من الامراض، غيكون عندنا نقص في الفيتامينات، ديك المكملات الغذائيه غالبا ما تعود تولي بالضرر على الطيور، لان كتنهك الطيور. استعملوا غير هاد المواد الطبيعيه، المواد الغذائيه الطبيعيه باش نحافظوا على الصحه تاع الطيور، ونتبعها تجينا كل موسم، لان المكملات الغذائيه ولا لي فيتامين كتنهك الطيور، وكت واحد السنه ولا ما كتبقاش تنتج، كيبان عليها العياء، لان كيف قلت كذلك المعدنوس، المعدنوس نقدموه للطيور نظرا للفوائد الكثيره ديالو. حتى هو حاولوا نقدموه بواحد الشكل، نوزعوا على حساب العدد اللي عندنا تاع الطيور. كذلك الخس، الخس كما قلت هو ضروري نقدموه للطيور ديالنا كوجبة أساسية، خاصة تحط فصل الفلاح. إذا غادي نحاول نقسم هاد الشكل اللي قدمته، نحاول نقسمو كل
الفحم نقدموه للأطفال غير طبعا نقسم على ثلاثة تاع الصحون، يعني ثلاثة تاع الشباكات، نحاول نفوق هذا الصحن، اختاريت هذا الصحن مكسورة لأن طبيعي، وكنحاول الطيور يدخلوا فيه ويتهيأوا، فدوي غادي نديرهم هاد الأوراق تاع الخس، نفرشهم على الشكل، ونحط عليهم الماكلة وهما غادي، الطيور غادي ينزلوا وياكلوا، وياكلوا حتى هاد الخس. نقدم كنا الجزر أو الجزر نقدم فيها الجزر نقدم فيها الصفار الصفار البيض أو الصفار البيض غادي نقدم لهم كذلك أبيض البيض قلت وغادي نزيد كذلك في المعدنوس هو قدم لهم واحد النسبة تعاود تعاود هاد القدر كيف تجينا في الصحن ونحطو لهم الكلام كيما تاكلو حتى كذلك التفاح نجي نحط لهم فيه التفاح كذلك الليمون أو البرتقال غادي نكون هكا قدمت الصحن الأول هو غادي نجي نحطهم الصحن الثاني كذلك هو غادي نقدمهم بنفس الطريقة نحط فيه الأوراق خط بهذه الطريقة هكا غادي ياكلوا البيض هذوك في نفس الوقت ياكلوا هذه الاوراق اللي قلت لي مفيده جدا ندير نفس الطريقه غادي نجي نقدم كذلك الجزر كذلك صفار البيض كذلك ابيض البيض نحاول ندير ابيض البيض دائما بهذا الشكل احسن كذلك نفس الطريقه نمشي مع النص مفيد جدا كذلك البرتقال هو كذلك اجزاء من التفاح لا نقدم هذا هنا هو الصحن الثالث الثاني عفوا الصحن الثاني غادي نقدم الصحن الثالث كي ها هو غادي نحاول نحل غير هناك هذا الصحن وغادي نطولوهم كذلك ها هذا البرتقال أبيض صفار البيض أبيض بيض كذلك الخس نحاول نحصل نحصل مع أوراق خس نبدل نفس الأوراق صفور خس البرتقال نوضعوه من فوق وسط كذلك أجزاء من التفاح دائما نخصص كذلك في الصنيع وأجزاء من التفاح كونوا كملنا طريقة تحضير هذه الوصفة للطيور كما كتلاحظوا هذه هي الوصفه اللي غادي نقدمها للطيور
راهم كينتظروني، راهم كينتظروني. بعض الطيور اللي ولفت اللي كان نقدم لهم هذا خاصة في الصباح، مجرد انني نفتح السلاكة كيجيو يجيو عندو. اذا غادي على بركة الله نمشيو نفتحو السلاكة، غادي تتبعو معايا نقدمو هاد الصحون لكل سلاكة نقدموها. كونوا حاضرين دائما، كونوا حاضرين فاش كنقدموا هاد الصحون، لان يقدوا يهربوا لنا خاصه راني ما كانش اللي كيساعدني بوحدي. اذا غادي نحاول نقرب الصحون للسلاكه باش يسهل عليا الدخول للسلاكه. كما كتلاحظوا ايمن كان بلع باحكام السلاكه باش ما يهربوا لك الطيور، لان حتى انا بعض المرات كنسى وكيهربوا لي، هربوا لي بعض خاصه لي كنار اللي هما خفاف بزاف. اذا ندخلوهم للسلاكه الاولى باش يسهل علينا، يسهل علينا نعطيو لكل فئه من الطيور نعطيو لها النصيب ديالها. دائما كيف قلت نسد مزيان اي خطا غادي يهرب. دخلنا هنا عند لي كنار كما كتلاحظوا، هادو الفريزي والفراخ ديالهم، بعض الفراخ كما كتشوفوا. والفريزي مادام راه بعدا قدامنا هنا، غادي نتكلمكم شويه على الفريزي لانهم صعاب في التربيه. او واحد اخر، واحد الفريخ يوفاك من الفريزي، ولكن صعيب التربيه ديالو، لان علاش قلت نعطيكم التجربه. اذا بين شريت هاد الفريزي درتهم في السلاكه عادي، ولكن وداروا العش ديالهم وبيضوا، ولكن المشكله انهم كيخليو ولادهم ما كيطعموهمش، كيموتوا بالجوع. هذا هو المشكل اللي تلاقيتو مع الفريزي. وبالتالي شنو درت؟ كاين السامبل، الكنار سامبل ها هو كما تلاحظوا هذا، وهذاك الاصفر هادو سامبل، او واحد اخر تلاحظوا فين راه مخبي. اش قلت لكم ديروا لهم بحال هكا الورود الى غير ذلك، كيلقاو راحتهم في هذا الجو بحال في الطبيعه وكينتجوا. في البدايه كنت قلت لكم ان الاقفاص غير مناسبه لتربيه الطيور. قلت نكمل على الفريزي. الفريزي هذاك العش اللي تلاحظوه هيه في داك الكوان هيه، اذا تما كان يلاه راني حيدت لها البيض ودرتها لي سامبل. ها هو فين خديت حطيت البويو ديالها هنا في هذا، ما شاء الله راه عندها واحد الفريخ، ما غاديش نقدر نصوره لكم هنا. هو عطات شي فريخ تما، انا باش نحاول الى جبدتو ولا ربما تسمح فيه. ها هو خرج الراس ديالو لوحدو. اذا هذاك راه الفريزي، ولكن الام ديالو سامبل هي هذه. اذا راه كتقلب على الاكل، غادي نقدم لهم هنا الاكل باش ياكلوه. نحطو لهم هنا يحاولوا يهبطوا عنده، والماء يكون دائما نقي. مادام هبطت هنا يعني كنبدل لهم الماء باستمرار. تلاحظوا انني درت لهم هاد الخشبه باش تدرق، باش داك البراز ما يحاولش يطيح لهم في الماء ويلوث لهم الماء ويمرض لكم الطيور. هاد الطريقه كذلك لقيتها مناسبه، الماء يبقى نقي. اذا كما قلت غادي نكمل لكم على الطيور اللي عندي هنا في هاد السلاكه. عاد نمشيو للسلاكه الاخرى. كاين قلت الفريزي كما قلت، وما شاء الله هو يعني الله تعالى نتقاسم معكم هذا الفرح، الفرحه هذا الصباح. يلا شفت انا بلي راه فقست، وقلت هذا هو هذه الطريقه اللي يمكن ننتجو بها الفريزي. اما الا خليت الفريزي خليتهم هما اللي كيتكلفوا بالاطعام، راه غادي يسمحوا فيهم وخلهم يموتوا. لان وقعت لي جوج المرات مع الفريزي، وحاولت
قلبت انا هذه الطريقه اللي استطعت من خلالها انتاج هذه الانواع وهذو الفراخ تاع الفريزي تاع هذا الموسم. الام ديالهم تقريبا راها في مخبيه الهيف، اختاريت كذلك هذه الاشواك لانهم كيبغيو يتخباو في الاشواك، ما كيبغيوش يكونوا امام المراه الجميع، يبغيو يتخباو. داك الشيء جبت لهم هذه الاشواك وحطيتها لهم، وراه كاين واحد العشه هيها حتى هو راني داير له الفريزي، البيض تاع الفريزي في القنت هيها الاشواك تما كاين واحد الفرخ، فرخ صغير. اذا كيف ما قلت، وكاين كذلك عندي هنايا الزبره، الزبره كذلك في هاد الاعشاش اللي كتلاحظوا هاد انواع الاعشاش، وهما هنا داير عندها هنا فراخ هي خرجت كنحافظنا عليهم. هاد الزبره هما من الطيور الجميله واللي كتنتج الى لقات المكان المناسب. كذلك تقدموا لهم سيبيا، هذيك كاين تما عندي في داك الكوان راكم تلاحظوا راه كتاكل داك السيبيا، داك العمود تاع المحار كما كتلاحظوا، ضروري يكون معلق هنا في ديك السلاكه باش كيديروا البيض ويديروا الاظافير. دائما ما نغفلوش نقدموا لهم هاد الانواع، هم كيتباعوا عند دوك اللي كيبيعوا الاعشاب ولا كيتباعوا عند مالين الطيور، نمشيو نشريهم ونعلقهم بالاسلاك بحال هذا الشكل ها هو باش يديروا قلت البيض. خليهمش هيا هيا دخلت هاد الطائر الفريزي، هيا دخلت عند الفراخ تما، وكاين عندي وحده هيا هنا نشارككم هاد الفرحه كذلك هاد الطيور الفريزي ها هي تشوفوها راه تمايا عندها البيض. اذا نضل نمشيو للسلاكه الاخرى، اذا تلاحظوها هما الطيور راهم هبطوا ياكلوا ها هو غادي كما كتشوفوا في الصحن، لكن يفضلوا تاكل داك صفار البيض باش يطعموا حتى الفراخ ديالهم. اذا غادي نمشيو ها هو نمشيو عند لي كوكتيل. اذا كذلك تلاحظوا عندي الباب خاصه ديالهم، علاش عزلتهم؟ لان قلت ولا نذكركم بلي ان كيتقاتلوا كيتضاربوا، ولا مثلا الكنار فاش كان يدير البيض ديالو كياكلوه له البيض، وكذلك ياكلوا له حتى الفراخ. دائما كان عندي هذا المشكل، وبالتالي حاولت انني نفصل بيناتهم. ها هما لي زانسيبارابل كما كتلاحظوا ما شاء الله، ها هما لي بلو لي غريك ها هما. اذا حاولت نفصل بيناتهم، درت لهم السلاكه ديالهم كتلاحظوا هاد الخرطه السيبيا حتى هو علقت لهم كل سلاكه درت لها فيها الاخر النصيب ديالها باش ما يكونش عندهم نقص في هاد الفيتامين. اذا غادي نتكلم لكم شويه على طيور الكوكتيل والبيروش، وما كيفضلوا كيبغيو بزاف هذا النوع من الاكل. اذا كما كتشوفوا هو عندي هنايا البيروش واحد العش، اذا نحاول ندير لهم هاد العشاش بهذه الطريقه ونبعدهم شويه، ما كنديرهم في واحد قدام واحد باش يلقاو الحريه ديالهم. ها هو هاد العش راه فيه الفراخ ديالو، ما غاديش يعني نلصقو باحكام، ما غاديش نحاول نفتحو. هو كاين عش اخر غادي نحاول نشوفو شنو فيه. اذا دائما تفتقدوا الاعشاش، شوفوا اذا كان شي واحد مريض، اذا كان شي واحد اللي ربما نقيو لهم حتى العش. اذا ها هو عندنا ما شاء الله، هما الفراخ هنا نقصو لهم شويه او سغد حتى نجيب لهم النجاره ونبدل لهم هذا الشيء. اذا دائما نظفوا لهم، كنت شويه مشغول مسافر داك الشيء علاش ما حاولتش نحيد لهم هذه الفضلات. اذا دائما نحيد لهم الفضلات وندير لهم نشاره جديده باش يتمتعوا باش ما يمرضوش، لان خاصه في فصل الصيف
الطيور كيمرضوا اذا ما نقينا لهمش. اهو اهو شوفوا هذا الفريخات ما شاء الله، اهو في صحه جيده فاهمهم. اهو ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا كذلك اهو حتى هذا فريخات اهو ما شاء الله. عندها اربعه، كاين اربعه ديال الفريخ هنا ما شاء الله. وقلت بالنسبة للبيروش سريع الإنتاج إذا لقى ظروف مناسبة، هو يتأقلم مع كل الظروف. غادي نرجعو هاد الفراخ، قلت يلقى غير فقط نحيدو عليهم كاع حد الأوساخ مادام فتحنا باش يلقاو راحتهم. حاولوا دائما قلت نقيو لهم. غادي نحاول نقيو لهم حتى نجي اعتقد غادي نحاول ناخذ لهم شويه النشاره من هذا المكان. نحاول ناخذ شويه النشاره حتى نمشي للسوق نجيب لهم النشاره. يرتاحوا يكونوا مرتاحين. او نرجعوهم نرجعوهم كيغوتو. ها هو ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. هادي الكبة ما شاء الله ما شاء الله. احنا حاولنا نقيو لهم كما كتلاحظوا، درتهم نشارة جديدة أحسن اللي كان. إذا نضفو لهم الفرصة باش نضفو لهم ونرجعوهم للمكان ديالهم الى المكان المناسب ديالهم. دائما بإحكام ما كيتهزش. هذا كذلك نرجعوه كيما نزيدو نكملو على البيروش. كاين عش اخر نحاول نشاركو معكم، نحاول نشاركو معكم هذاك العش الاخر. اهو اهو العش، شوفوا ما شاء الله اذا حتى هو فيه فراخ ما شاء الله ما شاء الله. هما ما شاء الله حاولوا نقيو لهم. انا قلت كنت مسافر داك الشيء ما صوبت لهمش. تلاحظوا راه خاصني نحيد لهم هادشي كامل باش يكونوا بصحه جيده. تلاحظوا واش هادي جن نحاولوا نقيو لهم. واحد هو واحد عندي هنا، جوج ثلاثة أربعة ما شاء الله ما شاء الله، خمسة ستة ما شاء الله. عندي ستة د الفراخ في هاد العش ما شاء الله اللهم بارك. غادي نقي لهم شوية هاد العش، نحاول نخوي هاد الفضلات، نحاول ندير لهم شويه النشاره غيثمه، نمشي للسوق ونجيب لهم نشاره جديده. غادي نحاول نرجع لهم منا شويه من هاد الصندوق لان ما فيهش فراخ. يريد الطيران. غادي نرجعوهم ما شاء الله ما شاء الله. جوج ثلاثة أربعة أهو اللهم بارك. خصنا واحد
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نرجعوا العش ديالو كذلك الماء يكون نقي كما كتلاحظوا هنا. الماء دائما نبدلو لهم وندير لهم بهذه الطريقه باش يعوموا فيه، خاصه في فصل الصيف حنا في الجو سخون باش ينظفوا راسهم. الطيور كيبغيو ينظفوا راسهم، خصني ندير لهم واحد الخور بالاضافه لواحد الطريقه كذلك تاع الماء. هيا نقسمها معكم، نحاول نقطع القنينه تاع 5 يوتر ونقطعها ونخلي غير من كيشربوا وهذا كيعوموا فيه. نرجعوا هذا الصندوق، ها هو ان شاء الله نرجعوه. قسمت معكم اذا تلاحظوا الطيور راه كتاكل كيما كتلاحظوا، خاصه البيروش كيفضلوا بزاف الخس حتى لي كوكتيل. هذا غادي من بعد نوري لكم الفيديو كيفاش علاش كيبغى يجي عندي. هذا ريكو 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 لان ربيتو بالليبرا من كان صغير كيخافش مني. ها هو كيبغي يتصور. ريكو ريكو ها هو ريكو 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 كيتفاعل الى لحظة. ها كيعاود هذا الصوت لان ها هو طلع فوق الكاميرا كما كتلاحظوا. انا قلت ما كيخافش كيخافش مني. ريكو ريكو او درقنا كاع الشاشه. ريكو هذا صديقي المفضل. او رجع اوكي افتقدني لنا تقريبا واحد الاسبوع ما شفتوش. اها ريكو يلا قنينا شويه ريكو غنينا. ريكو 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 ها هو كيغني لكم. نقول لهم مرحبا بالجمهور تاع قناه عالم الطيور وقول لهم ريكو. قول لهم قول لهم يديروا لايك ويبارطاجيو هذه التجربه لان كتهم الطيور. كل المربيين باش يتهلاو في الطيور بحال ريكو. ها هو جا عندي طلع عندي طلع عندي الكتيف ديالي عرفتش كيبان لكم. ها هو ريكو يلا تصور تصور ريكو يلا زيد زيد ريكو. غني لهم غني لهم قول لهم مرحبا بكم في قناة عالم الطيور وورد شيب. تيحنا الكاميرا كاع ايه يا ريكو تيحنا كاع الكاميرا. وخا نرجعو هاد العش غادي نكمل لكم. نرجعو العش للمكان ديالو. نحاول نكون كيفاش معلق هادو بالاسلاك، نوريكم الاسلاك كيفاش معلقهم باش حتى نتوما تعلقوا طريقة بإحكام. دائما تكون معلقة بإحكام على الشكل راني علقته. كيفاش نعلقهم؟ ما غادي تجيبوا داك الشينيور وتفيكسيو بحال هادو في الحيط، كتدير واحد الثقبه بحال هادي وتعلقوه باش ما يطيحوش وهما اكثر امان. التجربه كذلك نقاسمها معكم. نحاول هادو نتاع هاد الصناديق الكبيره نتاع لي كوكتيل وهاد الصغيره نتاع البيروش على الشكل هادي تاع البيروش. نحاول ننوع ليكو ليكو ها هو ليكو ليكو كيجي عندي. علاش قلت لكم؟ لان مولف وربيتو بالإبرة. ها هو كيجي عندي ليكو 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 ها هو ليكو ليكو. اذا كما كتلاحظوا كاين عش اخر نتاع البيروش. ها هو ها هو هنا عندهم الفراخ ديالهم حتى هما. شوفوا واش كاين شي فراخ. ها هو ها هو ما شاء الله كاين الفراخ هنا. هاد لاكيس لاكيس تاع اللي بالتراب كيديروا فيها الاعشاش ديالهم البيروش. ها هو ما شاء الله ها هو كاين الفراخ ها هو كيما كتشوفوا. كاين حتى البيض راه مازال ما كملوا التفقيس تاع البيض. رجعوه تما ها هو انا رجعناه. حتى هاد النوع من الاعشاش كيديروا فيهم قلت كيما البيروش
كاين عش اخر هو هذا، راه فيه البيض، هذا العش فيه البيض. واخا قلت فيروش تكلمت عليه هو من الطيور المنتجة وكينتج على مدار السنة، ما كيريش تيست، كيسميوه بلا ماشين. اش كيسميوه لا ماشين؟ لانه كياكل بزاف وكينتج بزاف، هذه هي الصفة اللي كاينة في طائر الفيروش. هو جميل، يعطي الوان زاهية صح كما كتشوفوا لاحظوا، واللي عنده مناعة قوية تبارك الله، يعني ما كيمرضش اذا كان لقى الظروف مناسبة ما كيمرضش. ومن الطيور كذلك اللي هي مغردة، وكما كتعرفوا انها من الطيور اللي جاية من استراليا، كتبغي شوية الجو سخون على ذاك الشكل. اللي كتلاحظوا درت لهم هنا البلاستيك، كيدخل هذا بلاستيك داك اللي كيديروا في البيبان، كيدخل الضوء في نفس الوقت ما يدخلش الماء في الشتاء. ودرت لهم الشباك، وهنا هذا الشباك كدور الشمس عنده هنا. راكم تلاحظوا راني ديرهم في السطح الفوق كاع، اش قلت لكم خص تكون ظروف الهوية مناسبة باش الطيور تكون في صحة جيدة. كما كتلاحظوا وقلت انه كينتج على مدار السنة، على مدار السنة فقط، خصك تعطي له الغذاء المتكامل فقط. نمشيو للكوكتيل. الكوكتيل اللي عندي معاه تجربه كذلك طويله، وحتى هو من الطيور اللي الاستراليه والطيور الفصيله البغاوات، وحتى هو سهل التربيه، ولكن كيبغي حتى هو شويه يبغي الهدوء، ما كيبغيش يكون في الاقفاص، ويبغي هكا يكون يلقى الحريه. لاحظوا هاد اللاتينو، هاد ثلاثه د اللاتينو راهم يلاه عندهم واحد الشهرين ابناء نتاع هاد العش، او هاد العش اللي راه فيه كذلك، راه فيه هاد العش فيه واحد البيض، راه فيه البيض كما كتلاحظوا في الكاميرا، راه عندها البيض هاد الام ديالهم. وهاد العش هنا عش اخر هو راه فيه الفراخ. غنقاسم معكم واحد الحبشي، واحد الفرخ حبشي، واخا نشوفوه. اها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ها هو الحبشي ما شاء الله. اذا قلت باش يكونوا في صحه جيده خصهم تقديم الاكل باش يطعموا الفراخ ديالهم. كما كتشوفوا الام ديالو ها راه غادي، ما بغاتش فاش جبدتو الاب ديالو، ها هو هذا حبشي. ما شاء الله، واخا رجعوه للعش ديالو باش ما تزعوش الام ديالو، حتى ريكو هو جا عندي ما بغاش. ما شاء الله، هو ريكو جا عندي ما بغاش جبد هذاك العش، لانه هو اللي خصني نتهلا فيه. اذا قلت ما خصناش نطبقوا الرحم تاع الطيور، هذه من الشروط الاساسيه باش يمكن ينتجوا لنا. كنت لاحظوا راه ركب عليا هذاك الاخر ذاك الكوكتيل اللي كان حاضر على البيض، وراه رجع. اذا اللي كانت نكرروا هذا التصرف مع الطيور ما غاديش تنتج لكم. اذا هذه ملاحظه نتمنوا المربيين ينتبهوا لها. ريكو 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 مالك ريكو 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 او ريكو، يلا ريكو قول لهم مرحبا بكم في قناه الطيور عالم الطيور. ريكو 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 قول لهم مرحبا بكم، قول لهم مرحبا بكم ريكو من الطيور الاخر. لاحظوا راه علاش ما عضنيش؟ لان مربيه، كون كنت ما مربيش ما غادي يعضني، الاخرين كيعضوا. لاحظوا راه ما عضنيش كيلعب معايا، ان ما يبغيش اللي يشدو. ريكو ريكو واخا راني عفست عليه شويه ولكن ما عضنيش. ها ها ريكو ريكو تقريبا ريكو راه عنده 2019 2020 2021، راه عنده ربع سنين بلي ربيتو، ربع سنين وصديق وفي وما كينسانيش، هو ما كيعضنيش كيلعب معايا. وفيش لاحظتو راه جا طلع عندي، وهذا هو المتعة في هاد الطيور كاملة، هو ان الطير غادي تربيه وتوكلو وكيبقى يجي عندك، دير معاه واحد العلاقة صداقة. هذه من الخصائص تاع الطيور ما شاء الله، على داكشي كان نبغيهم وكنفضل نكون مع الطيور اغلب الوقت، كنكون مع الطيور
كما كتلاحظوا هنا كنقدم لهم الاكل كنضف لهم، وهذه هي اللي خصها تكون في الهاوي، خصو يعتني بالطيور ولا ما يربيهاش. الا كان دايرها غير البيع والانتاج ما نظنش هذا هاوي، وغادي تكرفص على الطيور. خصني نديرهم انني نتهلا فيهم ونتمتع بهم ويكونوا اصدقاء ديالي هاد الطيور. يلاه روح عليكم سير. كاين واخا نمشي لكم على ليزان سيبارابل، قلت الكوكتيل عنده تقريبا 3 د المرات كيبيض، يبدي مع شهر مارس يكمل تقريبا في شهر 7، هذا هو الموسم تاع التزاوج والتفريخ. شهر 8 والصيف نحاولوا نبعدهم نحيدوهم الاقفاص باش ما ينهكوش الطيور، باش يبقاو في صحه جيده. قلت دائما السيبيا نعلق لهم السيبيا، هما كياكلوا لاحظوا كيخلاوها، ما نغفلوش بالنسبه للمربيين ما نغفلوش هذه الملاحظه. كذلك الزوان تلاحظوا راني ندير لهم الزوان هنا، ها هو خلط لهم الاكل ماشي غير الخضر، ها هو كاين. ولاحظوا راهم مفضلوا مشاو عند الفواكه والخضر والبيض، وكاين هذا الباتي حتى هو بالنسبه نحطوه لهم هنا بالنسبه باش يتغداو الفراخ، يعاونهم هذا باش الفراخ ياكلوه. نحطو لهم، نحاولوا دائما نقيو لهم بين القرفادات على هذا الشكل نحيدوه لهم. كذلك الخبز نحاولوا نحطو لهم الخبز حتى هو كيبغيو ياكلوه، نحطو لهم واحد المقدر. اذا نمشيو لي ليزان سيبارابل كيما وريتكم من قبل، حتى هما ما شاء الله، وراه عندهم كلهم راه عندهم العش ديالهم، هذوك لي بلو لاحظوا راه عندهم العش ديالهم، وهذا راه فرخ، هذا ولدهم، هذا ولد هذوك. وكاين واحد العش راه لهيها، ما بغيتش ندخل تما لان هم حساسين بزاف، وداكشي علاش قلت انهم باش قلت ان ليزان سيبارابل صعاب التربيه بزاف. التجربه ديالي 4 سنين باش نتجولي 4 سنوات. المشكل اللي كان كاين في ليزان سيبارابل هو خصهم التخبيه وخصهم الهدوء، كذلك ما خصكش تراقبهم، طيب الماكله وخليهم. اذا كانوا في القفص في المنزل ما نظنش، لان هذا هو اللي كيتشكاو منه المربيين، كيقول لك ليزان سيبارابل ما صدقوليش ما ولدوليش ما كذا. حتى انا عانيت بهذه التجربه، هما كيبغيو يكونوا مخبيين ويكونوا في شي مكان اللي ما تكثرش عليهم الداخل والخارج، وكذلك في الليل ما خصش عليهم اناره، خصهم يكون ظلام. بحال هنا في السطح كنرجع عليهم الريدو، او كاين عندي الريدو هنا غادي بعد نرجع نوريه لكم كتجربه، نتقاسم معكم هذه التجربه. اذا حتى هما تقريبا عندهم موسم التزاوج ديالهم في شهر مارس، شهر 3 4 5 6 حتى 7 ويتوقفوا، يعني اخر عش ديالهم يكون في شهر 7، ونظرا للصيف هذا كنت نحيد لهم الاعشاش ديالهم باش يرتاحوا. راه عندهم دابا البيض، راه عندهم هذا عندهم البيض، راهم من شافوني راهم خرجوا حتى هما يحصلوا على النصيب ديالهم من الماكله. ها هو غادي نعطي لهم الصحن ديالهم اللي قدمته، ها هو نقدم لهم الصحن ديالهم. الماء لاحظوا كي كدرت لكم الماء باش ما يوسخوش، جوج الباسينات. نتمنى نتوما الا بغيتوا باش اللي كيسافروا خاصه اللي كيسافروا واحد الباسينه، وندير واحد المسمار منها، ها هو درتو هنا واحد المسمار من هي، وكنحيدها هو الا بغيت نحيدها. وتلاحظوا ان الماء غادي يبقى باقي نقي المده، غادي يبقى نقي، ها هو تلاحظوا هنا كيدخلوا الشابو كيخرجوا. اما الا خليتو لهم هكا بدون غطاء غادي يلوتو وغادي يشربوا داك الماء ويمرضوا الكتور. اذا هذه كذلك تجربه نقاسمها معكم باش تحافظوا على الصحه الطيور. اذا الماكله كما كتلاحظوا الزوان والخبز حتى هو كياكلوا، وخاصه كذلك الخضر اللي كنقدمهم. كاين هو بالنسبه للعش قلت هو عندهم واحد العش، هو عش اخر، هو عش اخر عش. كل هاد الاعشاش راه البيض او الفراخ ديالهم كما كتشوفوا، هي من الطيور الجميله، وكذلك عندها مناعه قويه، مناعه قويه هاد الطيور، هذا باش كتميز. وما شاء الله بحالها بحال البيروش، ولكن الانتاج ديالها صعيب، الانتاج صعيب، ولكن فيها مناظر اللي هي جميله كما كتلاحظوا، هاد الالوان الزاهيه والاصوات كذلك الجميله اللي كتطلقها. وكما كتلاحظوا دائما دخلوا لهم شويه الطبيعه في الخرطه داك السلاكه، بحال هاد الاخشاب اللي درتهم لهم هنا، راهم دايرين موراهم البيض ولا اخشاب اللي في هاد الاقفاص اللي العشاش اللي يكون الاخشاب. شنو كنقدموا لهم في الخر باش يديروا العش ديالهم هو داك جريد النخيل، احسن شيء هو جريد النخيل، نقدر نغسلوه نقدموا لهم هما غادي يطلعوه.
وباش تعرف الانثى من الذكر، الانثى هي اللي كتطلع داك الجريد النخل، هي اللي كتطلعوا في العش تما باش تعرف الانثى. وما صعيب باش تفرز ما بين الانثى والذكر، صعيب بزاف كاع. انا ها هما عندي هادو، ما قدرتش نقول لك الذكر من الانثى، واخا كتكسبوا ما ديش شحال، خاصه ملي كيتشابوا في الالوان ما عرفتش. اذا هذا فرخ صغير، هذا يلا خرج من العش كما كتلاحظوا، راه عاد عنده المنقار ديالو ليموني، هبطت في الحركه، فهو كما كتشوفوا مازال كيتدرب على الحركه. خرج من هذا العش، كنقول دائما ندخلوا عناصر الطبيعه باش الطيور ديالنا تنتج. هذا هو المرحله اللي كنستفاد بها مربيي الطيور. اذا غادي نغلقوا عليهم ونخليو الطيور ترتاح. دابا فاش قدمنا لهم وريتكم الطريقه كيفاش كيفاش تقدموا لهم الاكل وكيفاش الاعشاش ديالهم. وكذلك نسيت واحد الملاحظه اخرى، اللي هي نقدموا لهم في الماء واحد المره في الاسبوع، نقدموا لهم خل التفاح. خل التفاح هو جيد نقطتين ولا ثلاثه النقاط، نحطو منه على حساب الصحن اللي يكون، على حساب الشرابه اللي يكون داير فيها الماء، باش ما يمرضو لكمش الطيور، يكونوا في صحه دائما جيده. هذا بالتجربه، التجربه ديالي. ها واحد العش راكم تلاحظوا، ها خرجت ديك الالوان، فيهم الوان زاهيه، اللون الاصفر هو خرج من العش كما كتشوفوا. اذا قلت هما كيتخباو، ما كيبغيوش يظهروا قدام انسان، حتى ملي كيديروا البيض ديالهم ما كيبغيش اللي يراقبهم. هذه من الخصوصيات نتاع لي زانسيبارات. دائما نبلع عليهم مزيان، لان الا خرجوا غادي يمشيو وغادي ياكلوا لنا الفراخ نتاع البيروش. اذا بالنسبه كذلك الماكله كي كندير لها، هو في هذا الاخر باش تبقى محميه من الاوساخ. تلاحظوا هنا كياكلوا والقشور كيرميوها ونشطبها. وهنا حتى اللي كيسافروا بزاف، بالنسبه للناس اللي كيسافروا، هذا هو الحل، يديرهم الماء في هكا في الكميه كبيره، وكذلك بالنسبه للزوال كميه كبيره اثناء السفر. اذا غادي نكون قدمت لكم التجربه ديالي، قدمت لكم تقريبا جميع النقاط اذا ما كنتش نسيت نقطه في الفيديوهات الاخرى، اللي غادي نهتم بكل جنس ونعطيكم المواصفات ديالو. دابا خديت نظره عامه عطيتكم كما كتشوفوا، نظره عامه على جميع الطيور اللي كنربيها، ماشي جميع الطيور، غير اللي كنربيها. ومازال كنبحث على الطيور اللي هي جميله وسهله التربيه، نحاول نربيها كما كتشوفوا. لاحظوا هما كيفاش كياكلوا، كيفاش كيستمتعوا بالاكل اللي قدمت لهم. وخلاو الزوان كما كتشوفوا، الزوان ما كياكلوش ومشاو كياكلوا. لاحظوا قشور البيض اللي قلت لكم عليه، هما كياكلوا. لاحظوا البيض كيفاش كياكلوا البيض، باش شويه طعموا الفراخ ديالهم. ها هو كذلك المعدنوس، باش تكون قدمهم مثل المعدنوس كياكلوا. شوف كي كيدير البيروش، شوف كذلك هاد الكوكتيل اللي غادي يمشي يطعم الابن ديالها اللي وريت لكم قبل قليل. هي كتاكل البيض، تاكل داك الابيض صفار البيض. اذا نمشيو نسدو السلاكه بعد ما قدمنا هذه الوجبه الطيور وعرفتكم. ونتمنى تكونوا صبرتوا معايا، طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن عطيتكم تجربه يعني من البدايه الى النهايه. لان دائما قلت نسد باحكام، دائما نسد باحكام. وهنا كان هاد السلاكه كنت داير لهم واحد هاد الورود اللي درتها هنا، درتها على حسب الطيور باش يستانسوا بها. وكنحيدها نخليها عاود تشم شويه وكنرجعها. اذا كما كتلاحظوا هي ديك الكنار راه رجعت العش ديالها، ورانا شفنا الفرخ في الصباح كما لاحظتوا معايا. اذا هادو كذلك كما كتشوفوا هما الكنار اللي تكلمت عليهم قبل،
وهذيك اللي راها الفوق هي الام نتاع هاد لي كانار، هي الفوق. وني حيدت لها البيض خليتها ترتاح ودرت لها الكانار هاد العادي. التجربه اللي قسمتها معكم للي كيربيو الفريزي، كانار الفريزي، ودار الالوان الزاهيه كما كتشوفوا. اذا وهاد هاد لاكيس راه كيبغيوه بزاف الزبره كينتجو فيه، ونوعوا لهم نوعوهم ولصقوه في مناطق مختلفه من السلاكه باش هما باش يلقاو راحتهم ويفضلوا فين. ولكن الاغلبيه الملاحظه اللي لاحظت ان الطيور كتخبى مورا داك الشوك فاش كيمشيو يديروا الاعشاش ديالهم. راه تما عندي شحال، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه تاع الاعشاش داك الشوك كما كتلاحظوا. كاين اللي خرجوا الابناء ديالهم، كاين اللي راه باقي تما عندهم البيض. وهذه ملاحظه اللي لاحظتها مع تجربه الطيور، كيبغيو اماكن اللي كيتخباو فيها. اذا قلت نكونوا كملنا هاد الروبورتاج على الطيور. لاحظوا شوف كيف كيتخباو، كيبغيو الطبيعه او ما وتم الحر الشمس كيحسوا بحال راهم في الغابه او في مكان اللي كيكون مناسب ليهم، حسن ما يكون كل الاسلاك كما الاقفاص اللي وريتكم منذ قليل. اذا غادي نسد عليهم ونخليهم يرتاحوا، ما نقلقش الراحه ديالهم. اذا دائما ونسد باحكام كيقول المثل، سد مزيان باش تبقى ما تحل. نسدو كما كتلاحظوا هنا، نسدو بالاسلاك ولا مهم اي شيء يمنع الخروج ديالهم. كان الشتاء ولا البرد باش نقسم معكم هاد التجربه. هو هاد الريدو، ها هو تلاحظوا نهبطو، نحاول نهبط الريدو، ها هو نديرو بهاد الشكل هاد الطريقه. هاني هبطو الريدو على حساب الشتاء ولا الثلج ولا البرد اذا كان، ولا حتى الشمس. نفس الشيء نحاول نهبط عليهم الريدو. بغيت كنت مسافر وخفت من البرد ولا الشتا، فهمت كيما كتلاحظوا. نقاسم معكم هاد التجربة، راني هبطت عليهم الريدو، وكاين أسفل من كتدخل لهم إنار كيما كتشوفوا. إذا غادي نحاول نطلع عليهم باش يستمتعوا بالطبيعة بالجو. طلعت الريديو عليهم، إذن لا يسعني هنا إلا أن أشكر كل معجبين بقناة عالم الطيور، ونتمناو تنشروا وديروا جيم وتبارطاجيو معنا هذه التجربة باش توصل لكل المربيين، فهذا فضلا وليس امرا. وشكرا لكم، صبرتوا معنا فاش قدمنا هذه التجربه الرائعه على الطيور، طيور الزينه خاصه.
احسن كما كتشوفوا، ولا يبقى لي الا ان اودعكم الى فيديو اخر، وهذه المره غادي يكون قصير ان شاء الله، لان هذا حاولت انني قلت نقدم فيه من البدايه الى النهايه، وذلك هذاك الشيء درت فيه تقريبا ساعه كما كتشوفوا. اذا السلام عليكم.